هذه السائلة تقول بأنها مطلقة من 15 سنة وصار حفل زفاف ولم يحصل وطئ، وبعد 2 شهر من الزواج انفصلت، والآن تقدم لها شخص وتمت الفحوصات سليمة، وبعد 2 يوم تكون الملكة. هل يجوز أكتب في العقد مطلقة بكر؟ نعم، طالما أنه ليست مدخول بها فإنها تعتبر بكرا. يستطيع الإنسان أن يعبر بعبارتين: مطلقة غير مدخول بها، هناك المدخول بها وغير المدخول بها، أو مطلقة البكر. هذه العبارة لا مانع منها طالما أنها تؤدي المقصود، فالمقصود هنا عدم وجود الدخول، فلذلك لا مانع من استخدام هذه العبارة باعتبار أن البكر حالا نتصور بأن هناك طلاق بمجرد العقد وهو لم يرها، فهي نتصور أنه توفي عنها وهي لا زالت بكرا، تزوجها بوكالة توفي لم يرها لم يجتمع بها، فنتصور مثل هذه الحالات في واقعنا.